شوية شاي يعدلوا المزاج. تسلم الايادي يا دودو. تسلم يا اخويا من كل شر، قرب طبيب. ما تحكي لي وانت بتطفحوا الشاي كده وتقولوا لي ايه اللي حصل. الله، البت الشغاله يا دواهي. مالها البت الشغال؟ مصاحبه واد مسجل خطر اسمه عتريس ومتفقه معاه على الجواز. هو ده بقى مربط الفرس. انا عاوز عتريس ده. ما تقوم يا بنت تلف لنا سجاره بدل ما انت قاعده يا اختي مالكيش لازمه. الف لك سجاره ده ايه؟ ده انا بشرب السجاره بالعافيه. انت مفكراني حشيشه؟ ومالهم الحساسين يا رحمك؟ ولا يا اختي المخدرات عيب والاكل؟ لا انا قلت لك اني ما قتلتش. ما قتلتش يا شاكرة، فاهمه؟ انت فعلا يا صوتك يا بنت ولا ايه؟ ده انت فوق لحظه على سجن يا اختي. ايدك على 200 جنيه ليه ان شاء الله؟ 100 عليه وصوت بدون تصريح، وال100 الثانيه عشان نرفزت امي دلوقتي. طب ما تخليهم 500 احسن. ليه؟ 100 بدل نرفزه، و100 بدل علو صوت، وال300 على دموع. خير يا باشا؟ عدم المؤاخذه، انتوا من صباحيه ربنا عمالين من الغرزه دي للخماره دي، وايش الخمره وايش الحشيش وحاجات كتيره، وانا مش فاهم اي حاجه، وعمالين تقولوا لي عندنا ليك شغل وبتاع. هو في ايه يا عدم المؤاخذه؟ انا مش مرتاح. احنا مباحث يا عتريس. نعم. ودي كارنيهاتنا عشان تتاكد، وعندنا ماموريه بمراقبتك. خير يا باشا؟ عدم المؤاخذة، أنا بقالي فترة ماشي مستقيم، الشقاوة ودعناها وبنام جنب الحيط، وفتشوا لي على حكومة لا هتلاقوا لا حشيش ولا مخدرات ولا أي حاجة خالص. اهدى اهدى شوية، احنا بس عايزين نتعرف عليك من قرب ونعرف وصلت لأي مرحلة في شرب المخدرات. وبعدين أنت هتتدخل في شغلنا ولا إيه؟ يا باشا أبدا أبدا والله، بس أنا الحمد لله مبطل من زمان، ولولا عظمتكم او ربنا، لولا عظمتكم انا ما كنت شربت حاجه خالص. انا اصلا مبطل مخدرات. انت صادق يا عتريس، واحنا تاكدنا من نفسنا انك انسان شاب وشريف، بس المشكله ان الاتهام الموجه ليك اتهام خطير، خطير جدا. خير يا باشا؟ عدم المؤاخذه، اكل اكل يا عتريس. قتل جراح حكومة؟ انتوا هترموا بلاكوا علينا ولا ايه؟ انا ما قتلتش حد والله العظيم، انا ما قتلتش حد. اوكي لحد كده والكلام خلص معانا. امال الكلام مع مين؟ عدم المؤاخذة مع زينب بيه المأمور. نعم، زينب بيه ومأمور وست. طب ازاي دي؟ جاهل بوليس نسائي يا بني ادم. انت هتتدخل في شغلنا تاني؟ لا يا باشا لا والله، انا ما قصدي حاجه، انا تحت امر الحكومه، انا تحت امر سياده الهالم المأمور. دلك يا بت بزام وركزي على السمان. حاضر يا معلمه. مش كفايه لفالي السيجاره اللفه اللي مش هي؟ 100 جنيه بدل فشل في اللف. هلف عليك المرة الجاية صح، بس خلاص بقى والنبي كفاية، أنا إيدي تعبت قوي. بطلي رغي يا بت وكملي تدليك. 100 جنيه كمان بدل فشل في التدليك. حاضر يا ست المعلمين. مجرمين آخر زمن. فين زمن الإجرام الجميل؟ ياه، كانت المجرمة من دول تعمل شغلها صح؟ كانت كمنيلة مجرمين زبالة. دليك يا بت. حاضر. ده الملف بتاعك يا عتريس، من ساعة ما اتولدت لغاية وانت قاعد قدامي دلوقتي. بسم الله ما شاء الله، أبيض زي الفل. الحمد لله، أنا نضيف وزي الفل الحمد لله. قول لي بقى، قول لي يا عتريس، قتلت درديري ازاي؟ درديري مين عدم المؤاخذة؟ درديري، درديري اللي عايدة الشغالة بتشتغل عنده. عايدة؟ عايدة مين عدم المؤاخذة؟ عايدة اللي كنت متفق انت وهي تتجوزوا، فاكرها؟ ما اعرفش حد باللي. لا ما تقوليش عايدة مين بقى؟ ما تخلينيش اقلب لك على وش التاني. انت واتكلم. عايدة اللي بتشتغل عند الفلاتي. انا بحاول افتكر مع حضرتك. لا حطها في دماغك، انا بحاول اساعدك وانت مش عاوز تساعد نفسك. حطها في دماغك كده ولقاها هتطلعها على طول. حاضر حاضر حاضر، اهو 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 اهو،
عايدة 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 مش فاكر حاجة. عايدة اللي بتشتغل عند دردير الفلاتي بتاع النسوان، فاكرها اللي انت وهي قتلتوه قبضنا عليها امبارح. انا ما قتلتش حد. قتلت يكون في معلومك ان عايدة اتقبض عليها امبارح واعترفت النهاردة ان انت قتلت الراجل. انا ما قتلتش حد والله العظيم يا حضرة المأمور، انا ما قتلتش حد. ما تحلفش بالعظيم. اعترفت وهددتها، قلت لها لو اتكلمت عني وجبت سيرتي هقتلك انت كمان. بنتي لقطية. طب انا هقول على كل حاجة يا حضرة المأمور، انا هقول على كل حاجة. الله عليك وانت بتعترف، قولي بقى قتلتوه ازاي؟ الحمد لله يا بنتي. ألف هنا وشفا يا حاج. الله يخليكي ويسعدك يا ضنايا. أعملك الشاي الأخضر دلوقتي؟ لا يا حبيبتي بعد شوية. والله أنا تعبتك معايا النهاردة يا نوال. وأنا أتعب لأعز منك يا حاجة، ده أنت عزيزة علينا كلنا. ولو ابني دواهي فضل مكلبش النهاردة كمان في سهوكة أنا هبات معاكي. ربنا يسعد أيامك يا بنتي، وإن شاء الله يعديلها لك عن قريب. الكذب خيبة حضرة المأمور. أنا والبنت عايدة المهرودة دي اتفقنا إن احنا نخلص على الراجل ونقلبه، لكن وقت التنفيذ كان في دي مصلحة، قلت لها غزيه بأي سكينة ولا بأي حاجة، غزته وخدت الفلوس والذهب، والفلوس والذهب دلوقتي عندها تحت السرير مخبياه لحد ما نروح نخلص الموضوع. وتتصرفوا فيه، مش كده؟ صح صح حضرة المأمور. الله عليك، أنا عاوزة بقى الاعتراف اللي أنت قلته ده تقوله كامل قدام البوليس. نعم، امال انتوا ايه؟ مش بوليس؟ ازاي يعني مش بوليس؟ امال البدله اللي قدامك والكتافات دي ايه؟ مأجرينها؟ ما تفوق لنفسك كده. حاضر. انا بس عاوزاك تعترف للضابط اللي انا مكلفاه بقضيه القتل دي. تفهمه كل حاجه. انت فاهمني؟ بس انا لو شفت البنت عايده دي في الاسم هغزاها. انا مش خليك تشوفها، انت تعترف بدري كده واخدك في ايدي ونخلع. فاهم. بنت واطية صدقني كانت عاوزة تتغدى بيك قبل ما انت تتعشى بيه. وهتبقى شاهد مالك يا عتريس. بجد الكلام ده حضرة المأمور؟ طبعا يا رحمك. هي دي الحقيقة والله يا باشا، وانا قلت نفس الكلام ده لجناب المأمور. مأمور؟ ايه ده؟ انت احول يالا، معلش يا سعادة البي، اصل الواد ده طيب وعلى نياته كلامه كده. في اعترافات تانية يا عتريس؟ مفيش يا باشا، أنا قلت كل اللي حصل والله العظيم، وبعدين إحنا خدامين الحكومة. مبسوطة حكومة؟ الحكومة عايزة تضربك بالنار الله يحرقك. خد دلوقتي على الحجز. تمام يا فندم، اتفضل معايا يا عتريس. بالإذن يا جناب المأمور، قشطة. بتفخص عليك يا عتريس. إيه حكاية جناب المأمور دي؟ لا أبداً يا سعادة البي، أنا هقول لحضرتك يا سعادة البي، أصل أنا من عيلة كبيرة قوي اسمها عيلة المأمور في الشرقية. سواك. وانا هتسوك عليك انت يا وليه؟ لا مش قصدي معاذ الله يا سعاده البي، انا قصدي البت اللي اسمها سندس المرميه عندكم في الحجز، لو تدهاني واطلع انا وهي ايدي في ايدها يبقى ينوبك ثواب فيها وفي، يا رب يخليك يا سعاده البي. مش دلوقتي، لسه في شويه اجراءات نقبض على البيت الشغاله الاول. ده انا بعت لك رجاله يجيبوها متكتفه في شويه الحاله. نعم مش قصدي يا سعاده البي، انا قصدي اخدمكم، ده انت الحكومه خيرها على الناس كلها وعليا انا بالذات على راسي من فوق، انت تؤمر يا سعاده البي والله. تاني يا حاجة أنا الحمد لله على كده خدت نصيبي. مش يمكن ربنا مخبي لك حاجة أحسن يا بنتي؟ أنت مش أول اللي اتطلق ولا آخرهم، بس خلاص أنا حرمت والحمد لله أنا معيش عيال، كان زماني متلطمة بيهم والله العظيم. أنا راضية ومش عايزة من الدنيا غير الستر بس. ربنا يا بنتي يسترها معاكي ومع اللي زيك، ويفك سجن بنتي ويطمني على سندس بنتي قبل ما أموت. ايه دي؟ تعرفي حالا. ايه رايك؟ الله حلوه قوي بجد، عجبتك دي؟ بجد الحمد لله. بعد اذنك بس يا فندم، الضفيره بتاعت حضرتك. هاني. هاني ايه بس؟ هاني الناس. ايه المشكلة؟ لا مش هاني. ايه يعني الناس؟ واحد بيلبس حبيبته سلسلة
الناس مالها بقى؟ هاني عيون هاني هاني يا عم بس اسمع. لا 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 ايه بس استنى حتى رقف دي انا خلصت على فكره خلاص. كل سنه وانت طيبه وعقبال 100 سنه. بس انا النهارده مش عيد ميلادي. انا عارف بس النهارده عيد ميلاد انا. لا استنى بس النهارده كام في الشهر؟ 12. طيب 12 مش عيد ميلادك. زي النهارده السنه اللي فاتت اتولدت لما شفت عينيكي. عينيه اتلخبطه و... مش فاهمه و... وفرحانه و... عارفة لما جبتها السلسلة كانت حلوة بس انت لما لبستيها بقت أحلى. هني أنا بحبك. عارف رفضتيني ليه؟ عشان ما بفكرش في الجواز دلوقتي. رفضتيني ليه يا سالي؟ الله انا حره، هو الجواز بالعافيه؟ طبعا رفضتيني عشان المحروس بتاعك، لكن وديني النبي لو شفته هنا في الحاره لاكون مقطعه لك مليون حته. طب واسع من سكتي بقى يا وليد. ماشي. بتعاني لك يا بنت دوايا. مالها دوايا يا روح امك؟ فيها بنت؟ وليد بيهددني يا ماما. لا ولاد دوايا ما بتهددوش يا روح امك، خش يا بنت جوه. جرايه ابن حمديه وطنطاوي. المرة اللي فاتت أنا كبرت أبوك وما رضيتش أعمل مشاكل، المرة دي لا يا حارة واطية، أنتوا عيالكوا زمان ما شفتوش شبشب دواه، ودلوقتي أنا هدوهولك وحياة